لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أحبابنا اللي يحبونا ويحبوا الحسون القسنطيني الأصيل، معكم أخوكم مراد وفي الإعادة إن شاء الله فيما كاين إفادة. صحة رمضانكم وصحة فطوركم، لا تنسوش خالتي كثروا بالدعاء كثروا بالدعاء، اللهم ارفع لنا هذا الوباء يا ربي ارفع لنا هذا الوباء، ومن هذا وفاء. انا وعدتكم وقلت لكم او كاين فيديو تاع لافو مال هذه وهاني قاعد نصور فيها ونصورها بربي ان شاء الله مع بعضنا، والسيربريز اللي وعدتكم بها درك نشوفوها. فيديو درت لكم لو سيت وقلت لكم اني نكمل ربي ان شاء الله درك نشوفو السيربريز مع بعضنا. خاوتي ما تنساوش اللي تبعوا في مراد يتبعوا القناه تاعي تشوفوا الفيديو كملوه من الاول للاخر، كملوه من الاول للاخر تديو المعلومه كامله. كاينين بزاف يكتبوا لي يقولوا لي خويا مراد احنا عطينا المعلومه هذه كنقول ما درت فيديو يقول لي اني ما كملتوش. لا لا يا اخي كمل كمل، راك تدي المعلومه بالصوت والصوره. قول هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، وحنا ديما كنديروا الفيديوهات نتاعنا بالبراهين هكذا. وهذه لافيمال يوعدكم بها برك نصوروها مع بعضنا كما قاعدين تشوفوا. راح نجبد المال، بسم الله بسم الله بسم الله، الله يبارك ما شاء الله. ما تنساوش يشوف لا فيديو هذا يقول الله يبارك ما شاء الله. هذا المقنين كورونا اللي سماه خويا مينو، وهذه لافيمال اللي وعدتكم ربي ان شاء الله. درك نشوفوا المفاجاه مع بعضنا. كاين واحد كتب لي قال لي خويا مراد اني نستنى بفرغ الصبر. خويا العزيز تبع هاو الفيديو لي زامي اللي يحبوا حسون قسنطيني الاصيل، اني درتكم فيديو هذا كادو. ودرك نشوفوا المفاجاه مع بعضنا، سيربريز اللي وعدتكم بها. هاو خش عليها، ها هي وين دق، هم دخلوا على بعضهم. الله يبارك ما شاء الله. خاوتي هذا مال مش في المال، هذا مال، هذا مال تاعي مازال ما كملش العام، مال او قدامك بالصوت والصوره هاو الدليل. وحنا ديما نمدوا المعلومه بالبراهين. هذا مال تاع في المال هكذا خاوتي، اتفرجوا. وهذا درت للمبتدئين اللي يحب يتبع اخوكم مراد ويدي المعلومه صحيحه. أنا درتكم لا فيديو، وما كانش ما كانش اللي دار فيديو ونعت مقنين تات فمان ويغني يقول لما ومال. أنا شت ما لقيت حتى واحد قلت ندير الموضوع هذا نفيد به خاوتي هكذا. وهذا درتو كيما قلت لكم الناس المبتدئين خطرة أخرى باه ما يزيدوش يكلحوكم. كيعود عندك مال مش فايتة التحميرة ولا يبيعوا لكل حاجة، لازمك تقيس قبل ما تغيس. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهاو قدامكم ماكم قاعدين تشوفوا هذا الفيديو الدوزيام، حبيت برك نصور هكا باه كي نمد لكم المعلومه خطره اخرى تعودوا على بالكم باللي راهو التات فمال. كاين مال هو تات فمال، وكاين فمالات شبه المال. هاو قدامكم ها مزادو خشوا على بعضهم. الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك. وقويه هذا تاع العام، ونظن الفيديو فيه فائدة كبيرة. باختر أخرى تعودوا تعرفوا باللي راي كيقول لكم واحد لاف المال لازم تكون تحميرة تاعها مش فايتة كيما المال. لا لا يا أخي المعلومة هذه 70% برك 70. هاو الدليل هاو الدليل، والدماغ يكون خشين والعينين. لا لا يا أخي هادوك بكل 70%، واللي يحب يتعلم يقدر يتعلم. وحنا الحمد لله ديما نوعيو الناس هكا ما يزيدوش يكلحوكم. فترة أخرى تكون عندكم معلومة باللي راهو كاين مال وتات فمال. نزيدو نعاودو نجبدو المال نعاودو نهبطولها هكا باه. هي قلت لكم أنا في رمضان هذا نمتعكم زامي خويا كمال. هاي الفمالة اللي نعتالك وعدتك بها وتكاي كاينه سيربريز، وانا سميت التعاليق كاش ما وهدرت وقلت
اي الفمالة هذه فيها مفاجأة، فيها مفاجأة باش نشوف الناس اللي يعرفوا المقنين اللي يقولوا احنا نعرفوا، وللأسف الشديد ما نقولوش يعني كاين سوا ما كاينش اللي يدخل يكتب لي تعاليق وقال لي هذا مال، واللي يحب يتعلم كيما قلت لكم نعلموه، واللي يحب يتثقف العيب مش انسان ما يعرفش الحاجه يحب يتعلم، العيب ما يعرفش حاجه يقول لي نعرفها. درك روحوا زيدو نكمل لكم لا فيديو نكملوه مع بعضنا، درك نديه لا فما تاعو دخلوا ونشوفوه مع بعضنا بالصوت والصوره. هاي بسم الله، هاي هاي لا فما تاعو، ها بدا يدق عليها لا فما. هذه بارفا تاع 2016 هذه درت بها، ونزيد نعاود نحطو معاها كروازي، حبيت نكروازيها مع هذا ونشوف واش خرج لي. ما تنساوش كيما قلت لكم ما دورش العام هذا وتاع الخريف. هاو قدامكم خاوتي هكذا خطره اخرى، كي تلقاو مال يغني رد بالك تعود تغلط ولا تبيعو، لازم تتاكد عليه مليح خاطر ماشي مال كانت في مال وكاينه في ماله حيت التحميره تاعها. وخطره اخرى ندير لكم فيديو. بسم الله درك ندخلوه معاها، بسم الله هاو يدق عليها، درك ندخلوه كيما قلت لكم خاوتي، يعني نصور بيد وندخل بيد، المهم هكا باه نكمل لا فيديو. لا غالب كاينين دي كوبير لازم لي نكوبي، هاي بسم الله هاو دخل هاو مع لا فيمال تاعو، هاو يدق عليها الله يبارك. كنا ندورو له من الاخر هكا بات بان الصوره. وكاينه حاجه برك حبيت نقولها لي زامي، ناس بكري واش قال لك اللي يروح له كبيرو راح له تدبيرو هكذا، واللي ربى المقنين 50 سنه وربى المقنين 2019 ماشي كيف كيف يا اخي هكذا، واللي يحب يتعلم كيما قلت لكم دخل القناه تاع اخوك مراد تبع من 2009 لدرك هكذا تدي المعلومه صحيحه. وانا عمري درت فيديو حطيته في اليوتيوب وفاصيت ونحيته، فيديو اللي يخش يخش بالمعلومه ويقعد باذن الله صدقه جاريه ويبقى يخدم علينا نخليه برب. ها ودخل عليها ها هاكم قاعدين تشوفوا خاوتي هكذا دا يطمئن القلب، ومن هنا زدنا جبنا الفيديو صور له منا الله يبارك ما شاء الله. هامي بانو كيما قلت لكم هذه بارفا وكرواسي هاو يوكل فيها، هاو يوكل فيها الله يبارك الله يبارك ما شاء الله. هكذا خوتي اللي يحب يتبع خوك مراد في 2009 وارواح ما تبداش في 2019 هكذا باش تدي المعلومه صحيحه. وهذا هو الحسون القسنطيني الاصيل ويبقى اصيل. الناس اللي يحبوا خوكم مراد هذا درت لكم كادو وتوعيه وتوعيه نوعي فيكم، واللي يقول كاينين بزاف يقول لكم مراد يحتكر المعلومه، خويا العزيز هذه معلومه ولا مش معلومه؟ انا ما اظن واحد ما مد لكم المعلومه هذه اللي نتوما اللي تقولوا ما استفدناش وماهيش معلومه. ولي زامي اللي يحبوا خوك خوكم مراد فهموني اش غلط، انا نهضر الناس اللي ياكلوا الغله ويسبوا المله يقول لك هذه مش معلومه. بربي ان شاء الله مازال جديد، ما تنساوش بارطاجيو لا فيديو هذا بارطاجيو في لي باج المضاف هكذا، والخطره الجايه نزيد ندير لكم فيديو. مازالت مفاجاه واحده اخرى نختموها بالفيديو هذا الاخر تاعو دركا، هو او على الكوتي غوش والمال تاعي كورونا الكوتي دروات. دعيونا معكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.